هلا انا كتير تضايقت وقت عرفت انه ما حارجع على سوريا، يعني شلون مثل اللي فقد حدا كتير كتير بيعزه، وانا متمني ارجع على سوريا وارجع على بيتي واقعد انا واهلي كلياتنا سوا. I'd like to tell you about a boy I met recently, Ahmed. It was his birthday when we met and he was turning 14. Ahmed is like most 14-year-old boys. But Ahmed is also a refugee and his family was forced to flee Syria, leaving absolutely everything behind. لما كنا بسوريا كان بيتنا كبير، وبيتنا كنت كتير حب بيتنا، كانت غرفتي أنا اللي بنام فيها كانت كتير كبيرة، وكتير كنت حابب عيشتي هنيك، وأنا متمني أرجع لهنيك. أنا وقت جيت على لبنان يعني دغري تغير علي، يعني حتى الجو تغير علي وكل شي تغير علي وعيشتي تغيرت علي. Ahmed likes to act. And this group of children, about 15 of them, had chosen to create, through a series of scenes, this play about early marriage. And so it was drama as therapy. This community centre and the chance for them to enact their fears, their worries, their stories, their hopes, it became a really important outlet for them. There was a very telling moment when we asked, out of 15 kids, we said, who goes to school? One child put their hand up. Ahmed, he's just turned 14. He's had about four jobs. أنا لازم أشتغل بشان ساعد أهلي. هلا أنا عم أشتغل بالجاتو بالحلو. إيه كتير أنا كنت كتير حب أروح على المدرسة، وكنت حب الدرس أنا تبعي، كنت يعني حب إنه أدرس منيح بشان أطلع دائما أكون المتفوق بالمدرسة. يعني أنا أكيد متضايق كتير لأني تركت المدرسة، ومتمني أرجع أكمل وأنا تساوي الأمنية اللي أنا بحبها. أنا لما أكبر بدي أطلع طيار، وبحب سوق الطيارات المدنية، وأنا بس أكبر بدي أفتل على كل البلاد.